أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الخروج في سبيل الله مع أهل الدعوة لأجل الدعوة إلى الله؟ هذا ما هو خروج في سبيل الله، الخروج في سبيل الله للجهاد، حمل السلاح لقتال الكفار، هذا هو الخروج في سبيل الله. أما طلب العلم هذا ما يسمى خروج، سفر لطلب العلم، سافر للبلد اللي فيه علماء، ترحل إلى المدارس العلمية، هذا يسمى سفر ما يسمى. أما الخروج المحدث اللي يسمونه هذا صوفي، هذا خروج صوفي، يخرجون ليتعلموا الصوفية وأذكار الصوفية، هذا قصدهم، ويبعدونهم عن أهل السنة، يبعدونهم عن بلدهم وعن أهل السنة من أجل يصبغونهم صبغة الصوفية، فاحذروا من هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.